يا مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ويوم جديد وحلقة جديدة دايما بالتفاؤل بالأمل من الطبيب. يمكن احنا في حلقات فاتت اتكلمنا كتير عن جراحات السمنة، ولكن النهاردة هنتكلم بمنظور مختلف وبشكل تاني. ازاي احول جسمي من جسم مريض بيعاني من السمنة وبيعاني من الإجهاد وتعب نفسي وأمراض مصاحبة كتير جدا لجسم ممشوق؟ هنتكلم أكتر عن عملية التكميم مع ضيفنا اللي منورنا دكتور كريم صبري، دكتورة الجراحة العامة والمناظير بطب عين شمس، مدرس جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، وزميله الكليه الملكيه بلندن. اهلا بيك يا دكتور كريم، منورنا. يمكن النهارده يا دكتور قبل ما نبدا الحلقه معانا حاله حيه وحاله مبهره، يمكن نزلت في الوزن 28 كيلو في 6 شهور بس، ولسه طبعا جاري نزول الوزن خلال السنه. هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن عايز اعرف يا دكتور من حضرتك ازاي حضرتك بتجهز المريضه لعمليه او جراحات السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه طبعا جراحات انقاص الوزن زي التكميم والتحويل والتكميم والتحويل مع بعض اللي هي الاساسي او تحويل مسار الاثنى عشر السيرس، هي عمليات هدفها هو انقاص الوزن والتخلص من الامراض المصاحبه. اللي عايز اقوله ان احنا في يعني كذا كاتيجوري من الناس ينفعهم حاجات مختلفه من جراحات السمنه. اذا كان وزننا يعني او معامل كتله الجسم بتاعنا زاد عن 35 كيلو، فاحنا بنتكلم في الجراحات اللي احنا قلناها زي التكميم والتحويل وما سبق يعني ذكره. يعني قبل كده اذا كان وزننا طبيعي وكان يعني وزننا زاد 10 كيلو 15 كيلو في الوزن الطبيعي وعندنا سمنه موضوعيه، ده ليها حلول موضوعيه احنا بنعملها زي بقى اللايبوساكشن او شفط الدهون وشد البطن احيانا لما بنحتاج لذلك. طبعا في دهون قد تتراكم في اماكن اخرى زي الفخذين، البطن، الثدي، الدراعات، الظهر، كل هذه الاماكن تعالج بعلاج سمنه يعني موضوعيه قد تكون بمنجة موضعيه. اللي عايز اقوله طب احنا وزننا زاد شويه يعني 20 كيلو بس لسه اقل من 35، ممكن نركب بالون معده. ده اجراء بسيط جدا احنا بنركبه خلال 10 دقائق، بيتم يعني تحت اجراء منوم مش مخدر، 10 دقائق بيركب البالونه وبيخرج بينزل وزنه الزائد في خلال هذه الفتره قد لا تتعدى مثلا 6 شهور. ما زاد عن 35 اتكلمنا ان احنا بنتكلم بقى على التكميم والتحويل. بس امتى بقى نعمل تكميم وامتى نعمل تحويل؟ ده سؤال مهم جدا لازم يكون في عارفينه. يعني احنا دلوقتي مش بس بناخد على التاريخ المرضي، يعني احنا بناخد كمان الجانب الاجتماعي. التاريخ المرضي مهم طبعا، لان مريض السمنه المصاب بفتق في العجاب الحاجز او عنده ارتجاع لازم اعمل له تحويل مسار او اصلح له الفتق واعمل له تكميم. اكل السكريات الشره المدمن للسكريات والشوكولاتات والايس كريم والبسكوت اللي بدوب بسرعه يعمل تحويل مسار، لان انت لو عملت تكميم مش هتستفيد كتير جدا. لان عمليه التكميم لا تؤثر بشكل مباشر على الامتصاص، فبالتالي كنت عملت بقى تحويل مسار احسن من كده. الجانب الاجتماعي برضو بناخده في وضع الاعتبار، يعني البنات المقبلين على الزواج هي مش محتاجه تعمل عمليه قد يعني تستدعي الاخذ فيتامينات شويه فتره يعني كبيره، فبنعمل لها التكميم بحيث ان تبقى داخل مقبله على الزواج بدون اي عائق في الامتصاص او اي عائق في الفيتامينز. الاطفال في سن 9 سنين 10 سنين 15 سنه 14 سنه في سن النمو بنحاول نعمل لهم تكميم، ما نعملوش تحويل. سهله وبسيطه بالظبط كده. في نقطه برضو عايز اقولها، ان احيانا واحد عمل دايت لفترات كبيره ما نجحش، عمل بالون وخس وزاد تاني، لان البالون بعد ما بتتشال بتبقى معتمد على نفسك في الحفاظ على الوزن اللي انت نزلته يعني. مضيف الطيران عندها وزن مثلا 25 كيلو 30 كيلو عايزه تتخلص منهم طبعا، فجربت بالون وجربت حاجات خلاص نعمل لها تكميم معده، مش يعني مش هنقعد بقى نجرب في حاجات هي فشلت فيها. معناها الناس اللي بتشتغل في بعض يعني الوظائف التي قد تحتاج الى يعني شكل معين او وزن غير زائد، يعني لو كان جسم عنده مثالي ممشوق بالظبط مش لازم ننتظر بقى 35، ما انت ممكن تعمل ده موديك فين، ما انت جربت كل الانظمه وفشلت معاك، جربت بالون ومش نافع معاك، خلاص احنا ممكن نعمل تكميم المعده. هي عمليه سهله في اجراها، يعني بتاخد لها نص ساعه واحيانا ثلث ساعه، بتعمل بالمنظار فتحات صغيره مش فتح جراحي خالص، اقامه يوم واحد في المستشفى، بتشرب بعد 6 ساعات، بتمشى بعد ساعتين من العمليه. المتابعه بتاعتها مش محتاجه يعني نوع من المتابعه الصارمه يعني. بيحصل يعني بتشفى تماما من مرض السمنه والسكر على طول. السمنه والامراض المصاحبه يعني بالظبط، يعني اذا كان في ضيق في النفس اثناء النوم بسبب السمنه بيروح، صعوبه المفاصل بتاعتنا اللي مش شايلانا خلاص بعد ما بتخلص من السمنه بترجع لوضعك الطبيعي، اذا كان عندك اي مشاكل صحيه زي تكيس ابيض، شويه سكر، بناخد انسولين او علاج، كل الحاجات دي بتروح مع التخلص من السمنه. بنتخلص منها نهائيا.
دكتور كريم، احنا بجد يعني مبسوطين جدا ان حضرتك كل حلقه بتحرص ان انت تجيب لنا حاله قصص نجاح مبهره بتبهرنا كلنا، وطبعا بيبقى في تساؤلات من كل الساده المشاهدين بنشوفها مع الحاله دي. رايك يا دكتور نشوف الحاله ونرجع تاني؟ يلا بينا. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وكلنا شفنا حالة جالة دي مثال لكل سيدة بتعاني من سمنة ونفسها تنزل في الوزن ونفسها تنزل سلم وتطلع ونفسها تلبس. دكتور كريم، ازاي اتجهزت من انها تكون 126 كيلو لتنزل 98 كيلو؟ يعني نزلت 26 كيلو، ولانا لاحظت انها نزلت الكلام ده في 6 شهور بس. انا عايز اقول حاجه، هو نزول الوزن يعني في الاوزان الكبيره بيبقى في فرق كبير، يعني احنا بنعمل اوزان فوق ال 300 و250 و200. انا لسه عامل عمليه امبارح 225 كيلو اللي عامله تحويل مسار. نزول الوزن بتاعه بيبقى بال 25 كيلو في الشهر. طب واحد وزنه مثلا 126 زي مدام جلال، انا هنا واضح قدامي يا دكتور انها بتنزل يعني بالتدريج. حد تاني دي مثال طبعا لكل سيده نفسها تعمل عمليه وتبقى مثلا يعني قلقانه شويه، توصل الايدل ان شاء الله في ميعادها. بس انا عايز اقول مع نهايه السنه بتصل الى الوزن المثالي. نزول الوزن ما بعد العمليه بتدريج، يعني بال 10 15 كيلو في خلال الشهر، يعني كل شهر بينزل بكميه يعني مناسبه، بحيث ان جسم يعني وشه يبقى مبسوط. يعني مدام جلاء وشها الحمد لله كويس صحيا، مفيش تغيير صحي. رونق وشها يعني ما حصلهاش مثلا اجهاد شديد مثلا، او نزلت يقول لك انت ايه ده خسيتي ليه؟ بالظبط، يعني ان هي نزلت نزول صحي، نزول صحي باين على وشها. ده اللي بنتكلم فيه. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان العمليه اصلا بالمنظار، يعني عمليه بالمنظار خلال نص ساعه لثلث ساعه، يعني عمليه مدام جلاء قد لا تستغرق مثلا ثلث ساعه. بتعمل العمليه بتخرج بالسلامه ثاني يوم، يعني الامور ما بقتش صعبه. يعني التحضير سهل ان شاء الله، العمليه سهله، ما بعد العمليه ان شاء الله توفيق. التكميم بتقعد يوم في المستشفى وبتطلع تاني، التكميم والتحويل كله الاثنين يوم في واحد في المستشفى عشان المنظار. دكتور كريم بجد انا مبسوطه جدا ان حضرتك كل يوم بتدينا امل وبتدينا تفاؤل، وحالات بتبقى مبهره وبتبهرنا فعلا كلنا، لان بيجينا تساؤلات كتير جدا على صفحتنا بيحبوا يشوفوا الحالات دي عشان يطمنوا. بشكر ضيفنا اللي كان منورنا، ضيفي النهارده كان دكتور كريم صبري، دكتوره الجراحه العامه والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنه المناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. بشكر حضرتك دكتور كريم. مشاهدينا فقرتنا انتهت، ولكن حلقتنا لسه مكملة. فقرتنا النهاردة مختلفة ومتنوعة، نروح لفاصل ونرجع تاني، استنونا. ماسي دورو جولد، مراحل تصنيع ماسي دورو جولد بتمر بكتير من التجهيزات.